عرفني، أنا اسمي باتريسيا سفير، أنا مديرة المؤسسة البتراكية يلي هي قايمة بهيدا التدريب. أكيد بس كلمتين سريعين للي ما بيعرفنا ويلي أول مرة بتعرف علينا وليش نحن عم نعمل هيدا السيشن. أوكي، سو نحن مؤسسة بتراكية، هدفنا الأساسي أكيد إنه نساعد الشباب المسيحي ليبقى بأرضه عن طريق تأمين فرص عمل لإله، وفرص عمل بتكون إذا بتكون بتوازي يعني تكون محترمة أكيدة وعندها استدامة معينة تقدر تأمن له معيشة عائلته. دونك شغلنا الأساسي بالقطاع الخاص، نحن بنجرب قد ما فينا نخلق لهم فرص عمل. من هيدا المنظار نحن بنشتغل كتير مع الناس اللي عم تفتش على شغل، بنجرب نساعدهم لحتى نعمل لهم ماتشنج مع private sector، مع الشركات يلي عم بتفتش على حدا. دكتور إديسي يلي هو موجود معنا اليوم، ودكتور إديسي هو المسؤول الـ Human Resources بأوتيل جو. علاقتنا نحن وأوتيل جو علاقة عريقة وصار لها كذا سنة، عم نشتغل على بروجرام كتير مهم يلي هو الكير أسيستنت بروجرام اللي حكيتكن عنه، الإموشنال إنتليجنس as per literature بيأكد إنه it can create a effective team، بيعزز ال organizational culture، يخفف the turnover، people who have high emotional intelligence mainly إن أشخاص مريحين بطبعهم اللي حنشوفها هلا، إن أشخاص متفهمين. بقى موضوع the turnover لما بكون عم موظف أشخاص عندهم high emotional intelligence بيخف، بيمكنني اني اعمل لهم development later on ليصيروا leaders بالمؤسسة. it can enhance acceptance of radical change in the workplace. اليوم موضوع الـ change موضوع جذري بسبب الـ cost، كلفة الـ salaries، فرق الدولار، عم نضطر ببعض المؤسسات نعمل changes. واغلبكم بيعرفوا انه اوقات الـ employee they resist change، بغير عادته بتقل ساعته something like this. عملية انه الشخص يرجع يعود حاله، هل هي بترتبط بالعمر؟ يعني بمعنى تاني وصلونا لمرحلة يمكن صرنا يأسنين انه البلد يتغير، حتى الانفايرمنت تبع شغلنا تتغير لدرجة انه عم ننحط بظروف، عم ننحط ببوزيشن، بس تجي تحكي مع السوبيريور تبعك تذكري له الايموشنال انتليجنس ما بيفهموا الترمينولوجي تبعها لانه بيجهلوها بيخافوها. مليون بالمية مليون بالمية. فصايره العمليه مش شخص واحد، يعني بيصيروا نوع من اللوبي، الانسان عدو ما يجهل، فبيصيروا نوع من اللوبي عشان ما ينفضح جهلهم، ما بيعطوك الكريدت تبعك. هنا كنا عم نحكي عنه، عن الاجريسيف اتيتيود وعن الباسيف اتيتيود اللي انت عم تمرق فيه، هذا شيء طبيعي. الفكره اليوم باي ميتنج اللي بيكون ساكت وبيكون معه ارقام وبيكون معه فاكت هو اللي بيكون ربحان الميتنج بلا ما يحكي، لانه قد ما اللي قدامك يكذب ويعربش عليك بالحديث وانا عملته وشلته وكذا، وهيدا نمبر ستوك بالنهايه. You're gonna put your figures in front of you and put the reality، وصوت الحقيقة أقوى من أي صوت تاني. بس كل شيء أنا بطلبه إنه to be adult ومتشور بالطريقة اللي نحن عم نحكي فيها. قد ما جربوا إنه هالأشخاص والأنتوراج إنه يستفزوك، خذ هال 6 seconds reflect وشوف شو البول والكونتر، شو رح أخسر شو رح أربح، إني طول بالي.